بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم الأستاذ محمد أصلان المالك لمؤسسة قلب الأردن. بداية مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. منورنا طبعا. الله يزيدك نور. سلام أستاذ محمد، بالبداية لو نأخذ نبذة بسيطة عن حياتك، عن بداية مشوارك العملي، كيف بلشت ومتى بلشت؟ تفضل. بلشنا تقريبا من سنتين شغل الليزر. لك سنتين من هذا القطاع؟ تقريبا. نتحدث عن المؤسسة اللي احنا موجودين فيها هلا، قد ايه لها مؤسسة؟ لا يعني احنا بنشتغل بشغل الخشبيات من اكثر من 5 سنوات. اكثر. احنا بلشنا فيه يعني من حوالي سنتين. نعم نعم. الان نفوت اكثر بالتفاصيل بحيث نعرف السادة المشاهدين خدمات اللي بتقدمها، آلية العمل هون كيف بتتم؟ احنا بنشتغل على معلقات الاناره، وبنشتغل على الساعات والمعودات والمري وشغلات زي هيك، وبنبيع على النت يعني او على او على المحلات. برضه في بتوزع على محلات. طبعا بنوزع على محلات. بتحدث عن اقبال تطور هذا القطاع، كيف بتشوف من وجهه نظرك؟ كويس يعني في تطور. في تطور لانه ايش بدنا نحكي يعني هو كان او بدايه اول ما انتشرت غريبه على الناس، اما هلا صارت بدنا نحكي معروفه شوي. الان نتحدث استاذي عن صعوبات ومشاكل في هذا القطاع. واجهتك مشاكل معوقات في هذا القطاع من جهات معنيه من يعني زبائن؟ تحدث بشكل عام يعني حدثنا اكثر. لا الحمد لله يعني مشاكل. لا ما الحمد لله. ايدي العامله؟ لا كمان كويس الحمد لله. عندك ايدي عامله عدد منيح ولا كيف؟ اكيد عندي حوالي 4 أو 5 اشتغلوا. تمام الحمد لله. الان استاذي نتحدث عن استيراد الخشب، من وين بيتم؟ من برا ولا محلي من الاردن؟ لا شراء محلي، في اكثر من واحد ببيع. نعم استاذي الان نفوت اكثر يعني نسمع منك كلمه يعني انك حضرتك فرسان التغيير يعني شاب صغير اوكي وفاتح مصلحه مثل هيك، لناخذ منك يعني نصيحه للساده المشاهدين بالذات لجيل الشباب الصاعد يعني معتمدين على كلمه ثقافه العيب، لو تحكي لهم كلمه تشجعهم على العمل شو بتحب توجه لهم نصيحه؟ تفضل استاذ. يعني مشروع ممتاز ومربح، وانه الواحد بيشتغل يعني شغل كويس يعني. اكيد بالتاكيد يعني الواحد لازم يتعب على حاله من جد وجد ومسار على الدرب وصل. استاذي الان نفوت اكثر بالتفاصيل، نتحدث عن مميزات اللي تميزكم، يعني احنا احتراما للغير طبعا يعني كل شخص ممتاز بشغله معينه، بس نتحدث عن مميزه تميزك، تفضل استاذي كمؤسس قلب الأردن. بالموديلات اللي بنشتغلها يعني ما بنشتغل موديلات يعني نفس الموديلات اللي بالسوق، لا احنا بنشتغل موديل وناس كل الناس بتشتغل موديل لها يعني. كل شخص له موديل. نعم طبعا. استاذي الان حط عن الاسعار بتشوفها مناسبه للجميع ولا كيف؟ طبعا الاسعار بدها تكون كويسه للواحد. تمام الحمد لله. نحدث الان عن فترات الدوام، من اي ساعه لاي ساعه عندك بالمؤسسه؟ من 9 ل 5 المساء او للستة المساء. من 9 ل 5. نعم. بتحب تحكي كلمه اخيره عبر قناه جسات الفضائيه استاذ محمد؟ والله احنا بنشكرهم بس مش اكثر. سلام ولو العفو. استاذ محمد يعني احنا بنحب نحدد للساده المشاهدين موقع المؤسسه، ارقام الهاتف للتواصل، صفحتك على الفيسبوك، فيك تحكي تفضل. احنا في لنا مجموعه وفي صفحه خشبيات ليزر. خشبيات ليزر. واحنا موقعنا ماركه جنوبيه نادي السباق. هي رقم تلفونك؟ 079 70 71 910. نعم. وفي نهاية حلقة لهذا اليوم أتقدم بجزيل الشكر العرفان للأستاذ محمد أصلان من مؤسسة قلب الأردن لخشبيات الليزر على تواصل دعم هذا البرنامج. يعطيك ألف عافية أستاذي. طبعا إحنا سوف نقوم بعدسة كفاءات أردنية بالتصوير داخل المحل، نأخذ بعض من الصور لنعرف الأستاذ المشاهدين أكثر وأكثر. بشكرك ويعطيك ألف عافية.
حبك لجل مشتاق نبض القلب يموت همتهم بتشيل جبال قدام أهل الهم ما في محال لو صرخت وصحيت لقف معاك مش مستني صوتك لأسمعك لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك هو يا ابن بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة ايد بايدك الاردن يعمر هن نشامة فالو كلمة بنت بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة ايد بايدك الاردن يعمر هن نشامة فالو كلمة العين بالعلم اطلع وعالسما نجمين لتضلوا للأردن نورتين أهل الهم وشمعات هالبلد الزين وحياة زيتونك لطلع الخير لعيونك غمض جفونك يا بلاد زلامك تصونك لشمالك وجنوبك يا أردن لسهر عمرك وانطفت نجم بسمائك